مرحبا بكم، حياكم الله يا شباب. اليوم حلقتنا حتكون عن التحدي الاسطوري بيني وبينكم يا اساطير. قلت لكم انا في حلقه من الحلقات انكم تعطوني تحديات وانا اعملها في الحلقه هذه، فاخترت الشباب اكثر من تعليق. حنعمل ان شاء الله التحديات هذه اليوم. خلونا معلمين نبتدي سريعا. انا شباب اخترت اكثر من تحدي، بس في تحديات كتير 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 سبتها لانه شباب كلها يعني معظمها بدها وقت. في كان يقولوا لي ليفل لليفل 700، في كان يقولوا لي افتح فواكه، فكل هذول الشباب بدهم وقت، فاخترت انا اكم من تعليق ان شاء الله الشباب يعجبوك اليوم. فاول تعليق معانا يا شباب يقول: جرب جلتش الكنترول انك تشغل زد وتحمل سفينه بالاكس، ابقى ضاغط بعدها اضغط كلك يسار على سما فك وبتبقى تطير. ما ادري اذا الجلتش بيضبط. اوكي خلينا شباب نجرب هذا التحدي الاسطوري يا معلمين. صحيح شباب نسيت اقول لكم شغله، في يا شباب امر بتكتبوا انت هنا، شايف انتم عندي هذه مختفيه، تحسبوش ان انا مشغل هاك او شيء. تضغط يا معلم زي هيك، تضغط هيك، هذا يا معلم تكتبه اي يوتيوب، اضغط يا معلم بيظهر، اضغط كمان مره نفس القصه برضو ايش بيختفي. فهذا هو يا معلمين الجلتش، او مش جلتش، هذه يعني هم حطوا لنا اياها. اوكي نوكر معلمين فكت الكنترول، نقول بسم الله باي باي يا نمر. اوكي طيب يا شباب خلونا ننطلق. معلم ممكن يا معلم ترسم سفينه بس؟ يا الهي انا شلت اللقب. يلا مش مشكله مش مشكله، الحين بنشيل اللقب كمان شويه. هذا بقول لي مش فاهم انجليزي، تعال يا معلم تعال. هذا شكله هبيلش. طيب نشوف غيره. مرحبا معلم، تموت شوعة، استنى شوي. ايش يا معلم ايش هذا؟ هذه سبون. ممكن يا معلم ترسم لي سفينة؟ شباب مش عارف ليش كلهم مش فاهمين علي، ايش القصة يا معلم؟ قلت لنا الشباب قبل شوي تيتش ما صارش حاجة. فخلينا الشباب نجرب اللي قلت له عنه، هاي في سفينة هنا مش عارف مين مرسمينها، فخلينا نشوف إذا حدا جركبها ولا لا، أو مش مهم بتهيألي صح؟ أوكي يا معلمين. أوكي شباب. هاي السفينة؟ واي ارقص يا معلم ارقص. نقدر نكبسها هناك، بس هناك جبتي علينا. وين راحت السفينة في داهية المسكينة؟ والله شباب حاجة اسطورية. طيب خلينا نرسم لنا سفينة، هذه الهبلة الصغيرة بقدر اشيلها بصر؟ مش عارف. واي يا معلم كيف هلو كبسناها على مخك هيك، ايش بصير؟ ولا حاجة؟ والله شباب اسطورية الحركة. طيب شباب قلنا له رسم المعلم، خلينا نشوف. يلا معلش يا كبير معلش انا اسف. طيب يا شباب هاي يا شباب اول تحدي حددتوا لي اياه يا معلمين، خلينا شباب ننتقل على التحدي اللي بعده. التعليق الثاني يا معلمين بيقول لك اعمل جلتش السيف الطويل، فالحين شو بدنا نعمله؟ خلونا يا معلمين نتحول لبوذا، ممتاز جدا، امسك سيف يا معلم، خليهم سيفين احلى سيفين احلى. الحين يا شباب كنا بنعمل الجلتش كيف؟ والله نسيت صدقوا، بتهيأ اللي بتضغط زد طلع يا سلام صبت يا معلمين. تعال بدك كلمه يا كبير، وانت تعال. بيجي من بعيد والله بيجي بشوي من بعيد، شوف شوف شوف. انا مشكلة مش حاط نقاط على السيف صح؟ مش حاط نقاط على السيف، بس والله حاجة اسطورية يا معلم. نجرب يا معلمين، طبعا يا معلمين ايش بتعمل؟ انت بتضغط زد وبتحط على السلاح بدك يعني زي هيك، شوف زد ايش هذا؟ هي ما زبطش. طب شوف بس على السيف يعني؟ زد اوكي زد بس على السيف شكله يا معلمين. اقطع معلم. طيب شباب هذا هو شباب التحدي الثاني من الشباب، هين عملناه يا معلمين، ونشوف يا معلمين التحدي الثالث ماذا سوف يكون. صاحبنا احمد بيقول لي اتحداك تجيب طريقه كيف تجيب بوذه مضمونه 100%، بس ما تقول لي تفتح فوكه عشوائيه. انا شباب ما عنديش طريقه بس بدي اجرب. في صاحبنا اسمه كينج ايس بيقول لي ايش حط الكود هذا قبل ما تفتح فواكه، خلينا نجرب اشوف احنا يا شباب اللي هو اي بو، مش عارف ايش هذا بصراحه، مع انه انا بامنش في القصه هذه، بس بدي اعمل جلتش ثاني وهو نيجي هان، وبس المشكله انا شاريها الفاكهه مش عارف حيزبط مش حينفع صح؟ جفت لمين؟ او خلينا نعمل هيك. اوكي طيب نعمل حركه هذه شباب، نعمل كانسل. بعدين المشكله مش عارف بقدر افتح فاكهه ولا الحين، بس خلينا نجرب. نحط يا شباب اي بود. طيب نشتري ان شاء الله، بس يكون بقدر اشتري انا. اوكي طلعت لايت. ما انا شايف في تحدي لايت معانا احنا اصلا، طلعت لايت يا معلمين مش عارف. فاحنا يا شباب حنخليه هذا جلتش مين؟ جلتش الضوء، لانه في واحد من اصحابنا بيقول لي اللي هو اسمك ايش؟ 81ZT5 بيقول لي سوي جلتش كيف احصل على الضوء. فهي معلم الجلتش قدامك، رحنا شرينا بوذه وعملنا لها جفت، وبعدين حطينا الكود اللي كتبته قبل شويه، وبعدين ايش طلعت لايت يا معلم، وهي اللايت يا معلمين. طيب معلمين عندنا صاحبنا ASJ6 مش عارف بعرف شو قال هذا الشباب، انا معلش سامحوني، بيقول لي ايش؟ تصيد باونتي بالبومب. اوكي يا معلم بنشوف الحين نصيد باوت شباب البومب. طيب شباب هات معنا البومب نجرب، لو اعطينا المعلم هذا زي هيك يا حرام. طبعا انت صاحبي قلت لي صيد باونتي، يعني ايش بدك؟ بدك ان هذا عامل معي تحاله ولا ايش؟
ايش صار مش عارف. اوكي تعال تعال عارفين شو بدي افجر حالي فيه. الساتر يا رب خذ هات كمان. اوكي شباب هيت هاي صدنا باونت يا معلم. صدنا في البومب بس في البومب يا معلم. معلش يا معلم اكلتها اللي اسمك مش عارف شو عذر اوفر يا معلم. اوكي معلمين عندنا شباب شانكس بيقولنا اتحداك تقتل وحش البحر لوحدك بدقيقة واقل. فخلينا شباب نروحوا شباب ما قليش فاكهة ايش ما قليش اي حاجة. فهروح شباب اقتل وحش البحر لحالي في سيرفر خاص. حنقتل وحش البحر بالماجما بس حنرسمن هنا المكان هذا اللي بحب ارسمن فيه انا وحش البحر ونشوف. انا شباب حاول احط لكم ستوب ووتش على الشاشة او انتم احسبوها يعني حقدر اقتل في دقيقة ولا لا. طيب معلمين طيب شباب انا حشغل ستوب ووتش من الحين. اوكي خلينا نشوف ان شاء الله شباب نقدر نقتل المعلم هذا. اوكي بدي معلم مش عارف حقدر والله شاب صعب الصراحه بس ان شاء الله نقدر. خلينا نعطيه هذه اعطيه هذا المعلم. انا شباب حضرني مخلي الفيديو مش حط في الفيديو. اوكي مش حقص الفيديو يعني قصدي. يلا يا معلم عبي الضربات ايش وقت هيك شباب نص دقيقه صار عندي انا على الستوب ووتش. اوكي يلا معلم. اوكي مات شباب مات على قديش على 45 تقريبا على 45 ثانية. فأنا هيك يا معلم كسبت التحدي هاي. طيب يا شباب خلصنا تحدي وحش البحر ممتاز جدا. فخلينا شباب نشوف التحدي اللي بعده ايش حيكون. طيب معلمين عندنا شباب بيقولوا لي اتحداك تقتل واحد فاكهة بوذا الستات على الفاكهة. طيب معلمين رجعنا شباب من تاني. هاي شباب البوذا بدنا نشوف بس المشكلة في موت شهانة وفي مش عارف شو. فأنا شباب حخليهم يروحوا يطبشوا في بعض نعمل خدعة صغيرة هيك يعني ونشوف. أنا حتحول ومش حخاف طبعا. انتوا قلتوا شباب فاكهة البوذة يعني قصدكم ايش؟ طيب قصدكم طبعا اسلوب قصدكم كل حاجة طبعا صح؟ أعتقد هيك. أوكي شباب كلهم صاروا ضدي كلهم صاروا ضدي. استنى يا معلم استنى شرد هاي المشكلة شباب اني حاكل كتل لما اشبع. هاي المشكلة ورطتوني في التحدي هذا شباب والله ورطتوني مع اني بحب انا العب سبام. بس مش عارف التحدي كان قصدك يا معلم ان انا والله غير اخسر كل باونتي يا شباب اليوم شكلي. لو قصدك يا معلم ان انا اضرب ايش بس في البوذة صح؟ خليني اشوف حنقدر. اوكي قتلنا واحد خلص هاي قتلت في البوذة يا معلم خلاص هيك التحدي خلص صح؟ شرد يا معلم شرد تخبى يا معلم تخبى مش حد شايف هذا جاء حد شجاء. اوكي يا معلم خلصنا التحدي وقتلنا بالبوذة زي ما انت قلت لي شرد يا معلم. والله فكرته حيظبطني شباب. طيب شباب خلينا شباب نشوف التحدي اللي بعده ايش حيكون. بقول لي اتحداك تلعب فاكهة الحب وتقتل ثلاثة بالعالم الثاني او الثالث وموفق. طيب فاكهة الحب يا معلم لا حقتل انا في كان اقتل كم واحد؟ ثلاثة لا حقتل في العالم الثاني يا معلم. طيب معلمين شباب دخلت انا سيرفر شكله عرب في اثنين هناك يا شباب انا في العالم الثالث حاليا شباب في العالم الثاني حيكون مش تحدي اصلا يعني. معلم ممكن اقتلك يا معلم؟ ممكن اقتلك؟ ممكن؟ هاي مسكني يا شباب مسكني مش حيخليني مش حيخليني شوف ضل واقف انا يا شباب بديش اجي عند العرب انا عارف ايش اللي حيصير عارف ايش اللي حيصير. طيب يا شباب مش عارف قتلنا اثنين بس واحد ما حسب ايش واحد حسب. انا مش رسمي كتكولي معلم انا بدي اقتل تعال موتك يا كبير تعال تعال شوف واقف يا عم انت واقف يا عمي اقتلني شباب ماليش دخل هم الشباب اللي رضوا اقتلهم ماليش دخل هاي الفاكهه. طيب شباب قتلنا الثاني. طيب شباب مش عارف التحدي هيك يكون محسوب ولا لا
مش عارف صراحة، قتلت ثلاثة بس صراحة شباب صعب صعب، ولا روح انتقل على عالم تاني واقتل اجرب. تحدي شباب هذا خلينا نعتبره خلص، ايش رايكم؟ خلص صح؟ هيك شباب تحدي خلص، خلينا شباب نشوف التحدي اللي بعده ايش حيكون. مشوها. في شباب صاحبنا LLBD بيقول لي سوي جلتش الريس لما طلعت وانت سويت له سكيب. اوكي خلينا شباب نروح نجربه. طيب معلمين، انا شباب الحين متجه على الشجرة هياتها، بتروح شباب اشوف الريس. انا عملت قبلك حلقة عن ريس فيرجن 4، جربت شوية امور هيك وزبط معي جلتش، يعني تعديت فيه كتير، وفي اخر الحلقه اجت لي رساله وعملت لها نو. فالمره هذه بدي اعمل ايش؟ يس، ان يعني ارجع تاني ادخل او اطلع، مش عارف متذكر ايش الرساله هي بالضبط. خلينا شو نشوف ايش حيصير معنا. خلينا ندخل. ادخل يا معلم. طيب شو، خلينا ندخل هان. اوكي، مع انه شاف في هنا كسل ومش عارف شو، بس خلينا نعمل جليتش وطلعنا فوق يا معلمين. طبعا عزيز الشباب بالاسلوب. خلينا نطلع ان شاء الله اكون ذاكر، بس كيف جيت من هان انا صح، وبعدين نزلت تحت. اوكي، عيد يا معلم، عيد يا معلم. اوكي انا شباب ناسي، انا فكرت من تحت نسيت صراحه، فهي من هنا. خلينا نجرب نشوف. هيك بدي انتقل انا. يلا، ليش شايفين شباب المناطق المضويه هذه؟ روح عليها يا معلم وبتنتقل لجوا. خلينا شباب نروح هنا ونشوف هنا. ايوه قرب بس. ايوه هنا عندنا المناطق المضويه هاد، شوف هيك، مش عارف ايش قصته. طب خلينا ننزل هنا، نيجي هنا شوف. عارفين الشباب؟ لا، خلونا نيجي على المنطقة هاد يا عمي. أيوة هيا شباب، شايفين وين؟ في الدائرة من فوق. يعني الحين اللي حيصير نضغط في مع آر. يا الله خير بات. طيب شباب، المحاولة رقم أكم؟ مش عارف صراحة، بس هعمل يا عمي المحاولة رقم 1000. والله جننتوني أقسم بالله. طيب خلينا شباب نجرب مرة، حتزبطي. طيب غصب. أيوة يا زلمة، أخيرا يا شباب، إيش هذا؟ بسم بالله زهقوني. طيب الحين شباب اللي حيصير، هنضغط ار لحديت الباب لهناك. نضغط ار يا معلمين لحديت الباب. يا شباب مش عارف الباب مبين عندكم، انا اصلا خايف اتقدم لفوق يطلعني برا. خلينا شباب نضغط ار. بسم الله. ايوه هي الرساله شباب، بقول لك ار يو شور يو ويش تو ليف. بس المشكله الرساله بتقول لي انك انت ايش لازم تنتقل برا، فمش عارف. تقول اضغط يس. هيا يس يا معلمين. ايش صار؟ ولا شيء، العنقاء انجنت وخلص صح. والله ما صار حاجه يا معلمين. طيب خلينا نشوف الجليتش هان. جليتش مين؟ نشوف الحاجات اللي هان. ولا صار اي شيء يا معلمين. يو لك ذا سترينج تو ابسرش. اوكي شباب، طيب ما زلتش معنا هذه القصه. خلينا شباب نروح نشوف الفاكهه على السريع. في النهايه الفاكهه تطلع لك يا معلم ايش؟ سبن يا معلم. طيب نشوف الفاكهه اللي بعده شباب، او ايش فاكهه مين؟ نشوف شباب التحدي اللي بعده ايش حيكون. طيب شباب، هو في تحديات كتير كلها ايش، افتح فاكهه افتح فاكهه، فهذه شباب صعبه، بدها وقت طويل طويل طويل. فان شاء الله شباب حنعملها في تحديات تانية ان شاء الله، او في حلقه تانية، لانه شباب التحديات في تحديات كتير على الحلقه نفسها، وانا لسه يعني ايش ما اخذتش شيء منها يعني، فهعملها كلها ان شاء الله. وانتم شباب برضه اكتبوا لي تحديات برضه في المقطع. ففي عندنا تحدي شباب برضه من عماد، بيقول لي ايش اتحداك تجيب فاكهه فوق المليون من المصنع. خلينا نفتح. ايوه افتح معلم. ايش صار؟ ما البوذا هيك. طيب هنشغل معلمين اوتو كليكر. شغل معلم. طيب خلينا نشوف شباب، ان شاء الله يعني يجي من اولها، فاهمين علي؟ ان شاء الله من اولها، بس خلونا نعمل حركه هنا هيك، ولا الها اي لزوم في الدنيا، ولا هذا قفل ولا ايش؟ ما لا لسه. طيب كويس شباب انه السيرفر فيش في حدا، يعني شوف فيش الا واحد بس وما جاش. كويس انه ما جاش. قرب ان شاء الله تكون الفاكهه اكثر من مليون ان شاء الله. يلا يا معلم. انا شباب قبل شوي دخلت مصنع، الحين بقول لكم القصه. يا عمي لا. طيب شباب للاسف طلعت لنا يا اخي، بتي ايدي ايش صار فيها؟ طلعت. طيب شباب طلعت لنا الشوب للاسف. طيب شباب انا قبل شوي دخلت مصنع واعطاني شباب شادو، بس للاسف كنت اصور، فعشان هيك مش احسبها، فشكلي حستنى كمان مصنع عشان نجيب فاكهه فوق المليون. والله مشكله يا معلمين. طيب معلمين، هاي شباب المصنع، خلينا نلحق. اوكي معلم يلا. مش عارف هل حلحق او لا. طيب معلمين، نشوف شباب المصنع هذا ان شاء الله يزبط معانا. بصراحه لفت شباب على السيرفرات كثير ما لقيتش، فاضطريت اني في السيرفر الخاص يعني اجيب المصنع. نشوف ان شاء الله تكون فاكهه فوق المليون. يلا معلمين، اخر مصنع، اخره ان شاء الله. اوكي زلزال. ايش الفليم هذه؟ الفليم كانت على الارض شكلها. طيب معلمين، اجت شباب زلزال سعرها مليون بالضبط، فانا هعتبر حالي فزت هيك صح؟ مليون، جبنا مليون، هيت مليون يا معلمين. فهيك شباب خلصنا التحدي تبع عماد،
فيا معلمين، هذا شباب كان التحدي تبعنا لليوم. انا ان شاء الله شباب باقي التحديات حعملها اللي كانت على الفيديو تبع الفواكه تبع الخمسين فاكهه، عملها ان شاء الله. وانتم شباب برضو اكتبوا لي، تفتحت في التعليقات برضو اكتبوا لي تحديات من عندكم ايش ما كان التحدي، بس حاولوا يكون التحدي يعني بخذش وقت طويل. وبس هذا اللي كان عندي شباب لليوم. فاذا عجبك المقطع يا صاحبي لا تنساني من اللايك والاشتراك معي في القناه، ونحن نطلع حلقه قادمه ان شاء الله. براكم على خير وسلام.